السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء مشاهدينا الكرام من تقرير لصحيفة العالم الجديد بعنوان الدولار يواصل قفزاته والمخدرات تدخل على الخط. فبالتوازي مع الأزمة الإقليمية التي تشهدها المنطقة بسبب أحداث الحرب على غزة، يواصل سعر صرف الدولار قفزات في السوق المحلية، مشكلا فارقا عن سعره الرسمي بأكثر من 35,000 دينار عراقي لكل 100 دولار. لكن خبراء اقتصاديين استبعدوا تأثير الأزمة الاقتصادية في سعر الدولار، مؤكدين أن أسبابا تتعلق بحالة جديدة من المضاربات قد تكون هي السبب، فضلا عن ابتلاع الدولار من قبل تجار المخدرات. الأزمة الإقليمية لم تؤثر في سعر الصرف لأن الحدود ما زالت مفتوحة والتجارة تسير بشكل طبيعي ومباشر، لكن بيع البنك المركزي للدولار لا يغطي الحاجة الفعلية للسوق، حتى أن معظم كميات الأموال المخصصة للمسافرين تذهب لتغطية حاجة السوق الموازي. العراق يبذل الدولار في تجارتين، الأولى هي التجارة مع الدول المعاقبة كإيران التي تحتاج بشكل يومي إلى أكثر من 30 مليون دولار لتمويلها، وتعتمد هذه التجارة على السوق الموازي في تحصيل الدولار. الحكومة لم تجد حلاً ولم تقنع الولايات المتحدة باستثناء التبادل التجاري مع إيران حتى إيجاد البديل، على الرغم من الصعوبة التي تكتنف تغيير التبادل التجاري إلى دولة أخرى. التجارة الأخرى التي تساهم بسحب الدولار هي المخدرات، لا سيما وأن القوات الأمنية تتحدث عن المتاجرة بأطنان وليست كيلوغرامات، وهذه الكميات تتطلب ملايين الدولارات. وتجارة المخدرات يمولون هذه التجارة بالدولار من السوق الموازي وبمعدل سعر صرف عال، لأن هامش الربح متوفر على أي حال، فبضاعتهم رائجة بأي سعر يتم بيعها، لا سيما وأن التقارير تشير إلى أن أسعار المخدرات في العراق هي أقل قيمة من باقي الدول. إلى موقع كتابات ونقرأ مقالاً بعنوان السوداني والفصائل عناق أم فراق للكاتب عامر القيسي. ربما تكون اللحظات الحالية لحكم السيد السوداني أكثر حرجاً وحيرة منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء قبل عام من الآن، فتبدو سياسة إمساك العصا من الوسط محفوفة بالمخاطر، بمخاطر المواجهة. فالرجل بين مطرقة الأمريكان وسندان الميليشيات وغالبيتها من الإطار التنسيقي الذي أتى بالسودان إلى سدة الرئاسة، فالخلاف على توصيف القوات الأمريكية يضع الجانبين على مفترق طرق. ففي حين يعدها السوداني قوات صديقة بحسب بياناته الرسمية يجب حمايتها، تعدها الميليشيات قوات احتلال. يقول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لصحيفة الدايلي جورنال عن زيارته المدرعة الأخيرة للعراق: حصلت على ضمانات من السودان بحماية القوات الأمريكية في العراق، كما عبر لي السوداني عن إصراره الشخصي على إيقاف ضربات الفصائل المسلحة. وفي مواجهة تعهدات السوداني يقول بلينكين: وضحت بشكل لا يقبل الشك للسوداني أن الهجمات على قواتنا غير مقبولة نهائيا وسيكون هناك رد. وقراءة للوضع السياسي واقعيا، فإن السيد السوداني ليس بوارد القدرة على إيقاف نشاط الفصائل التي تعترف بعمليات عسكرية داخل وخارج العراق وسوريا، أي أن مواجهتها عسكرياً شبه مستحيلة، لأن مخاطر المواجهة كارثية قد تقود إلى فوضى تسقط حتى العملية السياسية. والطريق الآخر هو الاستناد إلى طهران لتوجيه الفصائل بعدم إحراج السودان في هذه المرحلة. ونقرأ مقالا للكاتب وليد الزبيدي في صحيفة الميثاق الوطني بعنوان
مستشفى المعمدانية وملجأ العامرية. فهناك مشتركات عديدة بحسب الكاتب بين الذي حصل في ملجأ العامرية في غربي بغداد ومستشفى المعمدانية في مدينة غزة بفلسطين. ففي فجر 13 من شهر شباط فبراير من عام 91 و900 ألف، وعندما كان مئات الأطفال والنساء والشيوخ داخل الملجأ المحصن الذي شيد للحفاظ على المدنيين، إذ أشر تعرفت عليه الطائرات المعادية الأمريكية، وذلك حتى لا يتعرض للقصف والعدوان. التفاصيل نتابعها الآن. لقد تم إخراج عملية القتل الجماعي من داخل البنتاغون، ووافق على عملية الحرق والإبادة الجماعية البيت الأبيض، وفي المقدمة الرئيس الأمريكي حينذاك جورج بوش الأب. وهذا أول تشابه بما حصل لضحايا مستشفى المعمدانية في حرب غزة أكتوبر 2023. فقد لجأ الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ إلى باحة المستشفى لأنه معروف للجميع، ويفترض أن القوانين الدولية توفر له الحصانة وتمنع استهدافه بالقصف في وقت الحرب. ومثلما كانت طائرات الاستطلاع الأمريكية تصور مناطق العراق وتحديداً بغداد في حرب العام 1991، وكانوا يشاهدون العوائل تتجه مع غروب الشمس للاحتماء بالملجأ، فقد كانت الأقمار الاصطناعية والطائرات الإسرائيلية تصور تلك العوائل وهي تفترش الأرض في باحة وجوار مستشفى المعمدانية. في كلا الجريمتين، ملجأ العامرية في بغداد في العام 1991 وفي غزة بفلسطين في العام 2023، فإن الهدف من الجريمتين البشعتين محاولات لكسر إرادة العراقيين والفلسطينيين، وهم يعرفون جيداً أن رد الشعوب يكون على المجرمين بالمزيد من الإصرار والصبر وتحدي آلة القتل التي يملكونها ويستخدمونها بكل وحشية. ونقرأ مقالاً بعنوان فرنسا انحياز سياسي وإعلام مضلل للكاتبة ولاء سعيد السامراي. تقول الكاتبة: لم تشهد فرنسا استقطاباً سياسياً شديداً بين أحزابها المختلفة مثل ما تشهده اليوم منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام ضد دولة الاحتلال. يعود هذا الوضع الاستثنائي وربما التاريخي أيضاً في الحياة السياسية الفرنسية إلى موقف الرئيس إيمانويل ماكرون وخطابه بعد أيام من العملية التي هزت العالم، بدءاً من الكيان المحتل إلى حلفائه في أمريكا وأوروبا المساندين له. ولكن الجديد والمستغرب هو أن اليمين التقليدي إرث الجنرال ديغول والرئيس جاك شيراك الذي غالباً ما كان معتدلاً بل ومتوازناً وينعت بسياسته العربية من الأقلام الصهيونية في فرنسا، لكنه قد انحاز إلى موقف ماكرون مع مصلحة الاحتلال من دون أي قيد. حزب فرنسا الأبية رفض خطاب الرئيس ماكرون وموقفه الداعم دون شرط، واعتبار حماس منظمة إرهابية لحكومة الاحتلال جملة وتفصيلا، واعتبره مسيئا لفرنسا ولدبلوماسيتها وللحقوق الفلسطينية التاريخية. وقد عقد جان لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية سابقاً والمرشح الرئاسي أكثر من مؤتمر وأمام مئات من الحضور ليرد على خطاب الرئيس ماكرون وبقية الأحزاب بقوة بالقول إن منظمة حماس هي منظمة تحرر وطني مثلها مثل كل منظمات التحرر التي عرفها العالم في الدول المستعمرة منها الجزائر وفيتنام. وأضاف أن كل هذه المنظمات استخدمت العمليات العسكرية لكي تتحرر، متسائلاً ما هو الغريب في ذلك؟ لم يقل التوتر في المشهد الإعلامي الفرنسي عن مثيله السياسي إذا لم يتجاوزه، فمجرد مشاهدة بعض القنوات الفضائية واسعة المشاهدة يشعر المشاهد بخطورة ما يدور وما سيدور
ليس فقط في غزة بل في فرنسا، وكأن البلد هي نفسها في حالة حرب لكسب معركة الرأي العام الإعلامية فيه لوجود جالية عربية هي الأهم في أوروبا وجالية يهودية هي الثانية في العالم. ونقرأ مقالا في موقع عربي 21 بعنوان حكومة فيشي والحرب النفسية على غزة للكاتب أحمد الحيلة. جاء فيه: شرعت الإدارة الأمريكية بقيادة وزير خارجيتها أنتوني بلينكين وبإسناد من المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي وغيرهما من المسؤولين بحملة واسعة من العلاقات والتصريحات بشأن حكم غزة بعد القضاء على حماس كما يقولون. وما يثير الغرابة أن الأمريكيين يتحدثون ويبحثون ذلك في وقت يعاني فيه الكيان الصهيوني إخفاقاً أمنياً واستخبارياً وعسكرياً مريعاً في مواجهة المقاومة وكتائب القسام في غزة. إذا كان الميدان ونتائج المعركة والقدرة على تحقيق الانتصار لأي طرف هو من يرسم مستقبل قطاع غزة، وإذا كان انتصار المقاومة يكمن في إفشالها لأهداف الاحتلال، فهذا يعني وبناء على معطيات الواقع المرشح استمراره بصمود المقاومة والشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب والعدوان الصهيوني، يصبح كلام بلينكين وكيربي وغيرهما من الشخصيات الأمريكية التي تتحدث بتوافق وتقاطع مع قيادات الاحتلال تصريحات ومساع مشكوك في نجاحها بل تبدو مستحيلة. الحراك الأمريكي الاستباقي هو خطوة غير واقعية، ولم ينتبهوا بأنهم يواجهون شعباً جباراً حراً لا يقبل الوصاية ولا يقبل بأمثال حكومة فيشي الفرنسية التي أخذت على عاتقها ضبط الأوضاع في فرنسا على إيقاع المحتلين الألمان. أمام تلك الصورة يبدو أن التصريحات والحراك الأمريكي يهدف لتحقيق أمرين: أولاً محاولة الضغط النفسي على المقاومة كما الضغط على الحاضنة الشعبية، ثانياً محاولة الإدارة الأمريكية الضغط على الدول العربية والإسلامية ودفعها للتفكير بإدارة قطاع غزة أو أن تكون شريكاً في إدارته بعد العدوان، مع إيهام الجميع بأن الأمر منتهي لصالح الاحتلال الإسرائيلي. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع رسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
تجمهر مئات من المحتجين عند قاعدة تمثال الحرية في مدينة نيويورك للمطالبة بإيقاف إطلاق النار في غزة المحاصرة. وفي تسجيل مصور نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حشود من الناشطين جالسين عند قاعدة التمثال وهم يهتفون: لن يحدث هذا مرة أخرى لأحد، لن يحدث ذلك أبدا مرة أخرى الآن. في حين وقف آخرون على القاعدة ولفوا لافتات كبيرة على جانب التمثال كتب عليها: إيقاف إطلاق النار الآن والعالم كله يراقب. هذا وقد نظم التجمع منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام التي قامت أيضا بالتجمهر في مواقع بارزة في مدينة نيويورك لجلب الانتباه للدعوة إلى إيقاف إطلاق النار. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. اليوم على هذا الصمود نطلب من إخواننا العرب وهم الأقرب غدا في القمة أن يأخذوا ثلاث مواقف. الموقف الأول سياسي: لا حل إلا بإنهاء الاحتلال، إلا بالتمسك بالمبادرة العربية، الانسحاب الكامل، إنهاء الاحتلال، قيام دولة عاصمتها القدس للشعب الفلسطيني. النقطة الثانية: نطالبهم بالضغط على إسرائيل برسالة قوية جدا الآن، بسحب السفراء، بقطع العلاقات، بوقف التطبيع، بطرد السفارات الإسرائيلية من دولهم. مطلوب أن يقفوا الآن بإجراء، بموقف عملي مع نضال الشعب الفلسطيني وضد هذه المجازر. والنقطة الثالثة: التحرك الدولي في مواجهة المناورات الأمريكية التي تغطي على إسرائيل، بالدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان متحدون من أجل السلام. أعتقد أنه شعبنا في اللحظة الحاسمة حيقول كلمته، وحيتم إسناد يعني قطاع غزة بكل ما أوتي من قوة. وكمان هذه صرخة ونداء لكل إنسان حر شريف في العالم كله، عربي مسلم فلسطيني، يجب أن يسجل في تاريخ له أن هناك شرف في إسناد أهلنا بقطاع غزة. العجز يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن. الآلة الإجرامية الصهيونية مستمرة، لن تبقي أحد في العالم. الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الإنسانية والقتل والظلم. بهذا مشاهدينا الكرام نطوي صفحات صدى الأقلام لهذا اليوم. تقبلوا تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.